حسبتكم مرحبا بكم. هذا موعد الأخبار على قناة نسمة. البداية مع العناوين. أخبار تداول أخبار فتح تحقيق ضد مسؤولين سابقين بتهمة التآمر على أمن الدولة. عنف ومشاحنات في صفاقس على إثر قرار تنصيب نيابة خصوصية جديدة. في قضايا شهداء الثورة الحكم بخمس سنوات سجن ضد ضابط بالجيش الوطني. العاملين بمركز الاتصال تيلي بيرفورمانس في تونس يدخلوا في إضراب. إعصار ساندي يضرب الساحل الشرقي بالولايات المتحدة. مساء الخير. أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس قرار في تحجير السفر على رجل الأعمال كمال الطيف. قرار جاء على خلفية فتح النيابة العمومية تحقيق في خصوص شكاية يرفعها المحامي شريف الجبالي ضد عدد من الإطارات ورجال الأعمال اتهمهم فيها بتآمر على أمن الدولة. ومن المنتظر استنطاق كمال الطيف يوم الخميس القادم في القضية. ومن الأسماء اللي تم تداولها في الإطار القضية هذه واللي نسوقوها بالتحافظ الصحفي الاعتيادي اسم السيد الباجي قايد السبسي رئيس حركة نداء تونس ورئيس الحكومة السابق. الأمر اللي خلف بعض ردود الفعل في صفوف نواب من المجلس التأسيسي. أنا كنت على اتصال بسي الباجي قايد السبسي وما علموا بحتى شيء، لا تحجير سفر ولا غير ذلك. احنا على علم بأنه أحد رجال الأعمال وأحد الرجال المهمين في البلاد في الحياة السياسية نتاعها سي كمال طيف وقع تحجير عليه السفر وفتح تحقيق يهم تآمر على أمن الدولة، وبناء على مكالمات هاتفية يقولوا اللي في الملف المحامين اللي في الملف موجودة عدة أسماء وقع الاتصال بها، عدة شخصيات سياسية معروفة في تونس من جملتها سي الباجي قايد السبسي. ما نتصورش أنه الحكومة فقدت وعيها وفقدت رشدها باش تدخل البلاد في متاهات لا طائل من ورائها. أنا يعني متخوف الآن تخوف جدي. أنا حقيقة الخبر مازال كي جاني تو استغرب ذلك. أنا مازلنا اليوم في تونس نمنع السفر شخصية وطنية مرموقة حقيقة. بقى القضاء احنا نحترم القضاء ونتمنى أن يكون القضاء مستقل ويقوم بدوره، لكن أعتقد قرار كيما هذا سيزيد الأمر تعقيدا. وشنو هي التهمة؟ الله أعلم، لعل رجعنا لتهمة التآمر على أمن الدولة ولا الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها. وين كنا وين أصبحنا إذا كان عملنا الثورة باش نلقاو رواحنا اليوم القيادات الوطنية وشخصيات وطنية تواجه تهم التآمر والاحتفاظ؟ فعلى الدنيا السلام. تحول اليوم فريق قناة نسمة لمستشفى القصاب وينقابل الشخص اللي تعرض لاعتداءات من طرف أشخاص سلفيين على حد قوله تسبب له في كسور مفتوحة على مستوى أصابعه الثلاثة. هلا بن جماعة. بعد المواجهات اللي وقعت مؤخرا بين عناصر سلفيه مسلحه وبعض الشباب المستهلك والمروج للخمور بجهه دوار هيشر، حسب ما راج ومن جرى عنه من كسور مفتوحه على مستوى ثلاثه اصابع لاحد الاشخاص، زرنا اليوم قسم جراحه اليد بمستشفى القصاب وين قابلنا المتضرر اللي روينا تفاصيل الحادثه واللي اعتبر نفسه مهدد، خاصه بعد ما تم التهجم البارح من جديد على المستشفى من طرف العناصر هذيه. متعدي بالعومه صارت حكايه غاديك، زاد مالي سلفيه ضربوني وكاو. 17 سول نهار الخميس. شنو الخمر؟ لا فماش منها الحكايه هذي، لا بيعوا بالخمر، الناس تشرب قاعده تشرب وما زاد مالي، فهمت هذاك هو؟ اي سلبي زاد مالي انا حكيت 30 واحد، فهمتي؟ بس كي كانوا بالسيوف بالغاز فهمتي؟ الناس كلها مسلحه وضربون انا يعني كان مش بيدي كان حتى شي يدي راه وجهي مشى. فهمتي ردوني مت. لمجد الطرهوني الدكتور اللي باش المتضرر اكد لنا انه الحاله مستقره وانه المتضرر مازال في حاجه للمراقبه بعد العمليه اللي كان اجراها البارح. باش نحطوا النقاط على الاحرف، هو السيد هذا جاء معناتها في حاله اللي صار فيها اغريسيون. الاغريسيون هذه صارت بار ان اوبجي ترانشون على مستوى اليد نتاعو، وما صارش معناتها قطعان نتاع اصابع، هو معناتها كسور مفتوحه على مستوى الاصبع الثاني والثالث والرابع، وصار معناتها التصليح نتاعها معناتها وتثبيت العظام و خياطه الاوتار
خياطة العصابات نتاع الحساسية نتاع الصوابع نتاعو، وهذا ما صار معناتها على اثر الحادث هذا اللي صار له. بون فما مشكلة نتاع الاصبع الاسبوع الثالث اللي فيه شوية قلق من ناحية العروق نتاعو، خاطر زوز عروق نتاعو تقصوا، وهو معناتها في حالة مراقبة. الاعتداءات المتكررة من العناصر السلفية على المواطنين وعلى أعوان الأمن يخلينا نطرحوا تساؤل، شكون باش يوضع حد للسلفيين اللي يمارسوا العنف في البلاد؟ حالة من الاحتقان والمشادات الكلامية وديقاش في وجه والي صفاقس وتهشيم سيارته، وهكا كان المشهد اليوم في مقر بلدية صفاقس، وسبب تنصيب نيابة خصوصية جديدة، الشيء اللي خلق تباين في الآراء بين معارض ومساند. حسام المشي. تجمع اليوم ممثلين عن المجتمع المدني والاحزاب والاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس امام مقر البلديه، وعبروا عن رفضهم من عمليه تنصيب نيابه خصوصيه جديده، معلين رفضهم بانها غير خاضعه لاي توافق وجات خدمه لاطراف حزبيه معينه. وقع اقصاء المجتمع المدني اليوم، وقع تنصيبها النيابه الخصوصيه الجديده من طرف احزاب الترويكا بدون منازع، ولهذا نحن نطالب، تجمعنا اليوم نطالب باستبعاد كل ما هو محصة حزبية. المنشور يقول أنه يتغيروا النيابات إذا كان ثم مشكل. أنا نحب نتسائل من 2 أوت لليوم شنو المشكل اللي صار. الاجتماع اليوم هو وقفة احتجاجية ضد الإسقاطات الفوقية وتنصيب نيابة خصوصية لبلدية وظيفتها خدمة الشأن العام وليس خدمة الشأن السياسي. كما أكد محمد شعبان الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل رفضوا لعملية التنصيب وعدم الاعتراف بها. عندما كوننا النيابات الأولى وقع اللجوء إلى المجتمع المدني ومن ضمن الاتحاد، مش ممكن اليوم بعد ما خدموا ولا خل عام ونفس أن يجيوا المعوضون بمجموعة أخرى، وإحنا ما زادنا 8 شهور للانتخابات المقبلة، يعني أمور فيها دن فيها واو. يظهر لي أن فما تحدي من طرف السلطة الوقتية أو الحكومة الوقتية لكل التنظيمات وخاصة المجتمع المدني ومن ضمن الاتحاد، ما شاورناش وهيك علاش الاتحاد مش باش تعرف به مهما كان التنصيب اللي باش يوقع. في الجهة المقابلة عبر بعض المواطنين من أنصار حركة النهضة اللي كانوا حاضرين على دعمهم الكامل للنيابة الجديدة، ودعوا الأطراف الأخرى بقبولها، متهمين في نفس الوقت الاتحاد الجهوي للشغل بتغذية الاحتجاج هذا. النيابة الخصوصية هذه جاءت بالتوافق مع الناس، معناتها عندنا 17 واحد معناتها منتخب في المجلس التأسيسي، 14 وافق على النيابة الخصوصية اللي هم يمثلوا الشعب، يعني ما جاتش هكاك مسخطة من طرف معناتها كما صارت النيابة الأولى. علاش؟ على خاطر النيابة الأولى جات معناتها نوعية معينة، معناتها عباد معينين، توجه سياسي معين. مادام حتى رفض هذاك الجماعة جاي من الاتحاد، مادام حتى عاد هذاك الجماعة كاري من الاتحاد، خلاص كل الشعب مع الحكومة. استغرب من اللي قاعد يقع الآن، لكن نقول أنه القانون فوق الجميع، احنا مش نتولاو مهمنا ومش نقوموا باللي محمول علينا من واجباتنا تجاه هذه المدينة وتجاه بلادنا. أنا اليوم وقت اللي نشوف فهمتني سي محمد شعبان موجود ومشيت تحدثت معاه، قلت له سي محمد مش معقول موجودين لهنا وكأنك أنت يعني طرف في ما يحصل، واللي موجودين الآن ويحثوا في الفوضى هذه لتعيين نيابة جديدة كانوا قدام الاتحاد الصباح، انا شفتهم قدام الاتحاد داخل قاعه الجلسات بالبلديه، كان مسرح النوبات من العنف بين الطرفين المعارض والمؤيد، ومشادات كلاميه طالت حتى الوالي اللي كان حاضر. محاولة خروج الوالي رافقها غضب كبير من طرف المعارضين، وصلت حتى هشيم باللور سيارته، الشيء اللي دعا رجال الامن لاستعمال الغاز المسيل للدموع. وللتذكير فان الحركه هذه ماهيش الاولى من نوعها في مدينه صفاقس، وانما سبقتها عديد التحركات الرافضه لعمليات التنصيب للنيابات الخصوصيه على اساس المحاصله الحزبيه. في قضيه هي الاولى من نوعها اصدرت اليوم الدائره الجنائيه بالمحكمه الابتدائيه العسكريه بتونس حكما يقضي بسجن ضابط بالجيش الوطني 5 سنوات، الحكم هذا جاء على خلفيه اتهامه بقنص احد اعوان السجون ببرج الرومي. عائله الشهيد استنكرت الحكم هذا وقالت ان المؤسسه العسكريه تتعامل بسياسة المكيالين، خاصة والمتهم بحال صراح رغم ثبوت الإدانة. بسمة معلاوي.
تاريخ القضية يرجع لنهار 17 في 2011، وقت اللي كان أمين الجرام يعاون السجون ببرج الرومي في مهمة رسمية لحراسة المساجين بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، قبل ما تصيبه طلقة نارية تتسبب في قتله، لتتجه أصابع الاتهام إلى ضابط بالجيش. نوع السلاح وطريقة القتل اللي هي كانت قتل عن طريق القنص في مكان قاتل، مكان تحت الأذن، يدل بالدليل الكاشف على أن المتهم اليوم هو مختص في الرماية بهذا النوع من السلاح اللي هو SSG، وبالتالي لا يمكن أن يكون أي شخص آخر، خاصة وأن القاضي التحقيق العسكري من خلال أبحاثه واستنتاق المتهم تبين أنه هو بالفعل أطلق السلاح. عائلة الشهيد استنكرت التأخير في القضية وقالت أن المؤسسة العسكرية تتعامل بسياسة المكيالين، خاصة وأن جريمة القتل ما لاحظته من القضاء العسكري وخاصة التحقيق العسكري انحيازه التام للعسكريين، حيث مكنه بحالة سراح ليتمتع بجرايته، وأخذ وقتا طويلا حتى لا يقع معنتها إدانته. من جين بونفا محامي المتهم وجود نية القتل العمد، وقال أن منوبه كان بصدد حماية الثكنة. منوبي كان هو اللي اعترف على نفسه، اعترف بكونه أطلق خرطوشة، هذاك علاش نقاو منوبي هو وحده اليوم يتعاقب ويتحاكم أمام هذه المحكمة، باعتبار أنه لم يقع البحث في الأفراد اللي كانوا متواجدين على الساحة زمن الواقع. الحكم بخمس سنين سجن هو حكم غير كافي في نظر محامي عائلة الشهيد، وعلى الأساس هذا باش يتم الاستئناف. هذا نشير إلى أن المتهم مختص في مجال الرماية بالسلاح من نوع 7.62 المستعمل للقنص، وكان قد أنكر في وقت سابق خلال الاستنتاق ما نسب إليه، مفيدا أنه كان بصدد أداء واجبه في حماية الثكنة. بعد ما تعرض مقر الاتحاد الجهوي للشغل بلابل منذ أيام للاقتحام ليلة يوم 25 أكتوبر وتم خلع 6 مكاتب وسرقة حواسيب ومبلغ 1000 دينار، تمكنت فرقة الشرطة النجدة بنابل فجر أول أمس من إلقاء القبض على أحد مقترفي السرقة بالاستناد للبصمات اللي رفعتها الشرطة الفنية، واللي تبين فيما بعد أنه من ذوي السوابق العدلية ويبلغ من العمر 17 عام، كما دل على طرف آخر في القضية. أكد مصدر أمني أنه تمكن من الفرار للقطر الليبي، وأنه حسب التحقيقات الأولية كان يشتغل بالاتحاد الجهوي للشغل بنابل. هذا وتمكنت فرقة شرطة النجدة أيضا فجر اليوم من حجز زوز حواسيب وإعادتها لبقر الاتحاد، مما خلف أثر طيب لدى النقابين. رغم الوقع في السابق عديد المرات المقرنة تعرض للسرقة، لأن المشكورين خيام في الأمن في ظرف زمني وجيز وقفوا واحد، وبقية المجموعة مازالوا في الريشيرش. اللي استرجعناه هو زوز أجهزة كمبيوتر، بقية المفقودات ما لحتى وما فماش حتى علم عليهم، البحث مازال جاري. أهم المفقودات هما دي فلاش ودي سي دي مسجلين فيهم احنا الخدمة متاع الأرشيف بتاعنا الكل، وفي نفس الوقت المبلغ المالي اللي رغم بسيط إلا أنه هام بالنسبة للخدام. لحد الآن مؤشرة تبين اللي ما فماش يد خارجية، إن شاء الله هذا يثبت. بالنسبة للطرف اللي لحد توا ما فماش جزم في طورته وعدم طورته باعتبار ما تمشي إيقافه. السيد هذا كان من المجموعة اللي استعملناها في حراسة الاتحاد. من جهة أخرى، فرقة شرطة النجدة بنابل قامت بحملة أمنية في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين مستهلكين لمادة الزطلة، وشخصين في قضية أخلاق حميدة، وشخص مسلح بسيف من الحجم الكبير، ومراهق بحوزته صاعق كهربائي قاتل بقوة 2500 فولت. كما تمكنت الفرقة الأمنية من إيقاف شخص متلبس في حالة نشل بشهة نابل، فضلا عن إيقاف 10 أشخاص صادرة بحقهم برقيات تفتيش. ما زال عمال مصنع سيام المختص في صناعة العدادات الكهربائية بمعتمدية جرومباليا من ولاية نابل مواصلين اعتصامهم المفتوح اللي بداوه أكثر من شهر التالي، احتجاجا على عدم الاستجابة لطلباتهم المتمثلة في التصنيف المهني والتدرج، وبعد فشل المفاوضات اللي جمعتهم بالوالي وممثلين عن اتحاد الشغل وإدارة المصنع مؤخرا. هذا وتخلى 8 عمال بداية من البارح في إضراب جوع وطالبوا بتنفيذ مطالبهم المتمثلة في الإدماج والترسيم وإلغاء نظام العمل بالمناولة وتمكينهم من كامل حقوقهم التي يكفلها قانون الشغل. ولأكثر تفاصيل معنا على الهاتف السيد مونجي جلاسي مدير عام شركة سيام. مرحبا بك سي مونجي.
أهلا بك سي سيمونجي. المعتصمين يأكدوا على حقهم في التصنيف المهني والتدرج وأن العرف ماطل في الاستجابة لمطالبهم والتفاوض الجدي، وهذا مدفعهم للتصعيد بتنفيذ أضراب الجوع. شنو تعليقك على التصريحات هذه؟ والله هذه تصريحات ماشية فيها بتاتا. احنا التصنيف المهني بدا الحديث عليه من شهر جويليا، وجانا مشروع تصنيف من نقابة المؤسسة، درسناه قدمنا مشروعنا، تم التجارة نهار 5 سبتمبر، نهار 12 سبتمبر، على أساس أنه معناها ندرسوا المشروعين، معناها بدينا ندرسوا في المشروع، معناها تبينت الآراء، تقربنا في حاجات، بعدنا في حاجات، لكن الطرف النقابي تتمسك بموقفه، وفي كان فيه شطط في الطلبات نتاعو. احنا الموقف نتاعنا معنا على اساس انه العامل لما يدخل المؤسسه ثم انا وضوح رؤيه بالنسبه ليه يدخل في الكاتيجوري ان، يبدا يتدرج حتى يوصل الكاتيجوري 4، هذا ما يعطيه 60 دينار، 60 دينار زياده في الشهر معناها واحد، لكن الطرف النقابي معناها ما رفض المقترح هذا. وزيد على هذا انه طلب انه يتم تنقيع العمل اللي كانوا يخدموا تحت نظام المناوله باقدميه نتاع سنوات 90 وسنوات 2000، معناها كنا هذا مش معقول انه الناس تم ادماجهم في المؤسسه بدايه من 2 ماي يتم تصنيفهم معناها على معناها اقدميه تجاوزت سنوات جنة 15 سنة، هذا مش معقول. سلمونجي وصلت الفكرة، شوفوا معي التصريح هذايا وراجعين ونواصلوا في الحديث. صاحب المؤسسة هذا تعاملنا معها عدة محاضر جلسات ما تمش منها تطبيقهم، يجي فانت زادة فانت بالنسبة فانت الرجوحة فانت للعمل وقت الناس ماشية تخدم الصباح فانت الخدمة صدهم من العمل على أساس منها منحها منها فانت من البوانتاج. علاش الخلاف منها قام حكاية منها من الأوكات الأوسانك منها 10 دينارات، 10 دينارات من انت للناس هذوما من تخدموا قرابه 24 سنه في المؤسسه هذه في شركه منها مناوله، اللي في شركه مناوله من انها عمرها، وانتم لنص القانون يقول شركه مناوله في منها من مكان عمل قار. اليوم انا انتم ولاو منها 8 معناها انت عاملات وانتم عمال ومتواصل انت الاضراب الجوع، واحنا ما طالبين كان تطبيق القانون. سي المنجي الجلاسي معنا بالتليفون، رئيس مدير عام السيام. سي المنجي، النقابيين بالاتحاد الجهوي للشغل بنابل تحدثوا على عمال خدموا في السيام اكثر من 24 سنه في اطار المناوله وأن الوضعيه هذه غير قانونيه، شنو ردك؟ والله هذه تصريحات خطيره ومردوده على اصحابها. احنا بالنسبه لكن موجودين هذو الناس اللي خدموا 24 سنه بالمناوله، هذا مش موجود حتى عامل خدم 24 سنه، هذه معناها ادعاءات باطله، وانا نتحدى اي انسان يجي يقول لي عندي 24 سنه خدمه في السيام. معناها احنا تم في السنه في غضون شهر افريل معناها مطالبتنا بالقطع مع المناوله، قطعنا مع المناوله ورسمنا 80 عامل من عامل ويتم تنفيذ 2012. ومعنا احنا عمال عنده 24 سنه تخدم في الصيام ومازال تخدم بنظام المناوله، هذا مش صحيح. هذا وكما كان يقول الاخ الكاتب العام الجهوي للشغل في نابل، معناه يقول انه اوكات والاوسانك و10 دينارات مش صحيح. انا هذا صارت برشا مفاوضات، صارت برشا جلسات جلسنا، لكن معناها كان فيه مطالبات مشتته انه اوسات وبرشا حاجات معناها احنا المؤسسه عاجزه على تصنيفهم بالطريقه هذه. سي المنجي، وصلت الفكره. المؤسسه عاجزه وتقول انت حالات 24 سنه ما مش موجودين، هل هناك انفراج؟ شنو الخطوه القادمه؟ انت شنو كلامك سي المنجي جلاسي رئيس مدير عام سيام؟ والله احنا مش احنا لو سكرنا تو، شوف احنا اليوم الضحيه ولا جلاد. اليوم احنا ما سكرناش المؤسسه، راهو المؤسسه سكروها العمال، هم اللي اعتصموا، هم اللي سكروها، هم معناها اللي مانعين الاداره ومانعين الاطارات ومانعين بقيه العمال وغير المضربين من الدخول للمؤسسه معناها لتعافي العمل نتاعهم. اليوم احنا الحل مش بيدنا، حل بيد العمال. احنا طالبين منهم انه يحلوا الابواب، يخليوا الاداره، واذا كان فما مفاوضات احنا ديما متواجدين. اذا الباب مفتوح للمفاوضات في اي موضوع كان، على خاطر تعرف وقت الحوار وقت التفاوض، وقت الاطراف الاجتماعيه يتفاوضوا
في موضوع وما يتوكلوا في انتيجة، فما هيك على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية، فما معناها أطر بتاع تحكيم، وفما أطر بتاع مفاوضات معناها مصالحة تصير، مش معناها نمشيو للاعتصام ونمشيو للإضراب غير شرعي. هو تدرج الدين، وبدينا من إضراب شرعي بكذا أيام، بعد دخلنا في إضراب غير شرعي ذلك كيف دام كذا أيام، وبعد دخلنا في الاعتصام. شكرا لك سي المنجي الجلاسي رئيس مدير عام سيام، شكرا لك وسط الفكرة، نتمنوا انفراج عن قريب إن شاء الله. تخلي اليوم العاملين في كل مراكز الاتصال تيلي بيرفورمانس في اعتصام يتواصل نهار غدوة بسبب عدم وجود قانون ينظم القطاع نتاعهم، وكذلك عدم التزام الجانب الإداري بمجال الشغل. هلا بالجمع. الأول مرة في تونس يضم اتحاد عمال تونس صوت لصوت الاتحاد العام التونسي للشغل مساندا للإضراب اللي نفذوه عمال مراكز الاتصال في تونس بعد فشل المفاوضات مع الجانب الإداري واللي بدات من عام 2011. المطالب نتاعنا مش زيادة في الشهرية، المطالب نتاعنا تطبيق القانون التونسي، المطالب نتاعنا تطبيق اللي جاء في مجلة الشغل، مجلة الشغل تقول أنه التصنيف المهني يعني التدرج في السلم الأجور يكون بصفة آلية حسب الأقدمية وحسب الرتبه، يعني حسب الجراد وحسب شنو حسب الاقدميه. هذا مش صاير في الشركه نتاعنا، كي طلبناه ولا مطلب تعسفي ولا يناقشوا فينا فيه على اساس انه يتناقش وقت اللي هو مبدا. الناس هذم يتشكوا من تهميش القطاع نتاعهم وعدم وجود قانون يحميهم. ثلاث حاجات تطبقوا علينا في تي بي، ديسكريميناسيون، اسكلافاج، والاكسبلوتاسيون. À savoir, elle est tawa enti trib fi aid dini fi Tunis, lazy tetaqab ali, lazy matkhlo shali, w lazy primatik el kolletir. Est-ce qu'on a minimum 10 سنين 11 سنه يخدموا ابار ما فماش حتى زيد ينقصوا لك في البريمات وما تفيق بهم كان والبيتان سالير جي في يدك. الفون سوسيال وقفوه، كانوا يعاونوا اللي ماغيل عنده اكثر من شهرين حتى واحد ماخذ فرانك. ما عادش هما فلوس، ديما سحرة، كلمة نوم ما تنحاش من فمه، ليزيكسبات كهرباء ودار واللي تحب أنت. ريشي فام أنت فام ماغي جايبة صغير يخدموها افيك دو زوغ دو بوز ديج، معناتها لا ليتمون نتاعها ما تاخذوش. الأمور مرشحة للتصعيد في الأيام المقبلة إذا وصل الجانب الإداري سياسة التجاهل والمماطلة حسب ما أكدوا المضربين عن العمل اليوم. مستعدين باش نساعدوا على خاطر نعرفوا اللي الشركة هذيا أولاً المرابيح نتاعها ايجابيه، السيمستر الثاني نتاع 2012 هذايا تحصلت على مرابيح اكثر من عام 2011 الكل. ثانيا حتى على المستوى الوطني، معناها اللي يقرف هو الوطني مش اللي ما يقرفش هو الوطني اليوم، وهو اللي باش يدخل فلوس للشركه. لواش خاطرها الوسوسه صندوز الشركه هذه ما تخلصش اداءات. دونك الحاجه الوحيده اللي تنجم تربحها الدوله منها هي الير بي بي اللي يتقص على الخدام. العمل النقابي هو حق مشروع داخل اي مؤسسه للدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم، اللي تسعى بعض الاطراف لعرقلتها والالتجاء لاساليب اخرى كيما الطرد والنقل التعسفيه اذا ما تمتش الاستجابه للقرارات الفوقيه. علما وان الجانب الاداري تراجع البارح في اخر لحظه عن امضاء الاتفاق اللي وقعت فيه مع التفاهم عليه مع الطرف النقابي. هات نشوفوا بورتري. حوالي 5 سنوات قضاهم جابرييل في مركز الاتصال تيلي بيرفورمانس الكائن بشارع خير الدين باشا، خدمه تعب جديه لكنها تبخرت في رمشه عين بعد ما وقع طرده بلاش سبب. حكايه جابرييل نشوفوها في البورتري هذا. هلا بالجماعه. جابرييل هو شاب في 30 من عمره من أصول تونسية أجنبية. جابرييل بدأ تحكيته بعد موقع طرده من العمل مدة قرابة 6 أشهر التالي، وبالرغم من وضعيته الإدارية المعقدة ما قطعش الأمل في العمل بمركز الاتصال. حكايتي مع تي بي والله ودبي حكاية أحلى وعلى الآخر، معناتها ديماج اللي عندي على تي بي بون بتتخ الديريكسيون تغلطك تعطيك اون بون ايماج بس تخليك معناتها تقعد وتواصل في تي بي تو مي انسويت اون ديكور بوكو دو شوز، فهمت، اللي تخليك معناتها ترجع زيرو و اي فوالا جوسكا لو 17 مي 2012، فهمت، وقفت حكايتي مع تي بي، مش انا وقفتها هما وقفوها. Suite à un transfert abusif, sans motif,
عندي 5 أشهر توا بطل. جابي كيما يناديوها صحابو يجي كل يوم للمقهى المحاذي المقر العمل نتاعو سابقا، يقعد مع صحابو وحبابو اللي لقاهم وقت الغسره، كيما لقى في التدخين متنفس باش ينسى همومو، الغربه على دارهم من جهه والبطاله من جهه اخرى. جابرييل سي كيلكان دو تري بيان تري جنتي، يخدم على روحو، سي با ان اليمون بيرتورباتور سور سور نوتر اكتيفيتي، بالعكس ما اللي يدخل الصباح شد بلاصته ويخدم على رويحته، لا يعمل عرك، الناس كل تحبه، الناس كل تبدا قاعده معاه، دايرين بيه، نحبه ياسر، عايش وحده في تونس مع ماماته، انسان دافي كيما ترى فيه هكاك. حسبه ولدي ثالث معناها، فهمت؟ خاطرو انسان بالحق راك تشوف فيه بيبي فيس كيما ما نعرفش كيفاش نترجموها، عبد نظيف برشا، الناس كل تحبه، الناس كل حاسه بيه، اللي عارفه واللي ما عارفوش. ديما مع بعضنا، انا واحد من الناس ما نروح كان كي نتعدى لجابرييل في ثنيتي، خاطر نتعدى نطل على جابرييل ونروح لداري. هكا غادرنا جابي بحسره في قلبه وخذا الحافله في اتجاه بيت جدته اللي يعيش معها من اللي عمره 7 سنوات. انطلق اليوم العشيه نواب المجلس الوطني التاسيسي في النظر في تفعيل دور النائب المجلس الوطني التاسيسي وعلاقته بالسلطه التنفيذيه، وذلك خلال جلسه عامه استثنائيه واستعجاليه تم عقدها مباشره اثر انهاء النقاش بالجلسه العامه في جزءها الرابع والاخير حول باب التوطئه والمبادئ العامه وتعديل الدستور، وان تواصلت النقاشات خلالها حول المسائل المطروحه سابقا والمتعلقه اساسا بمدنيه الدوله والمساواه التامه بين المراه والرجل ومساله تجريم التطبيع وغيرها. عندنا زوز قضايا نقول مدنيه الدوله واسلام الشعب، هل زوز مسائل هذوما هويه الشعب ومدنيه الدوله والحريات، هذوما زوز قضايا ان شاء الله يكونوا مضمونين ومكفولين في الدستور، التوطئه ركزت عليهم وان شاء الله ما يقع فيهم حتى تراجع ان شاء الله. قضايا عديده، هناك كثير من الاشارات اللي ربما مش واضحه ياسر، ولا على كل هذا نقاش عام، ما زلنا سنناقش فصلا فصلا، اليوم نقاش عام كله، وبعد عندما ترتب المادة الدستورية ويقدم التقرير العام للدستور، التقرير العام لكامل الدستور الآن مجزأ محاور، والناس تنظر نظرة شاملة للدستور، لأنه تو نناقشوا في التوطئة والمبادئ العامة، وأحيانا نريد أن نحمل التوطئة أكثر مما نتحمل. في ظل تردي الوضع الاجتماعي واضطراب الوضع العام نتيجة التجاذبات السياسية والاحتجاجات الاجتماعية في البلاد، خاصة بعد زيادات في المواد الغذائية الأساسية، دعا الاتحاد الشعبي الجمهوري لإعلان حالة الطوارئ الاجتماعية من خلال اتخاذ 5 خطوات أهمها تبسيط إجراءات الصفقات العمومية والاقتصاد على الاقتصار عن طلب عروض محدودة الأجال، وتراقب شفافية هيئة مزدوجة من أعوان دائرة المحاسبات، وتخفيض هامش الربح لجميع المدخلين في عملياتي الإنتاج والتوزيع، ثم الترويج لجميع المواد المنجة محليا قصد تخفيض ثمن بيعها النهائي وتعديل السوق بالتوريد، بالإضافة لتعليق استيراد المواد الغير ضرورية لآلة الإنتاج اللي بعد إلى ما بعد الانتخابات المقبلة. تنطلق اليوم أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة من ضمن 44 رحلة ستصل تباعا إلى مختلف المطارات التونسية، وذلك إلى غاية 13 نوفمبر المقبل. ووفق ما تم التصريح به اليوم خلال لقاء إعلامي نظمته الخطوط التونسية، فإنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لتأمين عودة أكثر من 10,000 حاج على غرار وضع طائرة احتياطية تحسبا لأي عطب فني، كما تم وضع خط أخضر 80 108 على ذمة عائلات الحجاج لتجنبهم عناء الثقل التنقل إلى المطارات قبل وصول الرحلات. الإجراء اللي اتخذته الخطوط التونسية هو القيام بعملية تسجيل ركاب حجاجنا الميامين على مستوى الفنادق. الخطوط التونسية هي اللي باش تتكفل باش تاخذ الأمتعة نتاعهم وتعطيهم ليكاردون باركمون بطاقة تسجيل، هذا بطبيعة الحال باش ينقص معناها طائلة الانتظار على الركاب نتاعنا في مطار اللي باش يشهد اكتظاظ كبير، زيادة على 3 طائرات اللي وقعت برمجتها باش ترجع بحجاجنا الميامين، فما زادا حطينا طيارة باك اب من طراز ارباس 300 حمولتها 263 راكب، هذه الطائرة هذه حطيناها إذا كان في صورة ما فما عطب فني باش يقع استعمال الطائرة هذه، وهذا بطبيعة الحال من شأنه باش ينقص من حدة الانتظار.
المكتب الإعلامي لحركة حماس الفلسطينية نفى اليوم جاء على لسان السحب عتيق رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي في مداخلة قال فيها أن رئيس الحكومة الفلسطينية المقال إسماعيل هنية طلب منه عدم التنصيص في الدستور على تجريم التطبيع مع إسرائيل، وبين أنها مسألة ما عندها حتى أساس من الصحة، وأكد البيان اللي أصدرته الحركة على موقعها الرسمي أن هذا شأن تونسي ما يمكنش التدخل فيه، بالإضافة إلى أنه حركة حماس تؤكد ديما على ضرورة رفض ومواجهة كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني. عاشوا سكان الولايات المتحدة البارح ليلة غير عادية بعد الإعصار اللي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة واللي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 1.5 مليون شخص وأربك حياة عشرات الملايين الأخرين. سوها شقرون. شب البارح في الليل حريق منطقة كوينز بنيويورك تسبب في تدمير قرابة 50 منزل وإصابة شخصين، وبعد ساعات من المحاولات تمكن أكثر من 190 رجل إطفاء من إخماد النيران اللي زادت التهبت بسبب رداءات الطقس، وما زالت التحقيقات متواصلة لمعرفة سبب الحريق اللي تزامن مع إعصار ساندي اللي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة. والإعصار هذا يعتبر من أقوى وأخطر الأعاصير اللي تعرضت الولايات المتحدة، وإن بلغت سرعة الرياح أكثر من 120 كيلومتر في الساعة، وبلغ ارتفاع مياه البحر في مدينة نيويورك 4 أمتار، الشيء اللي تسبب في غرق الأنفاق ومحطات المترو والنظام الكهربائي اللي مد وولد ستريت بالكهرباء. انقطع الكهرباء على أكثر من 26 شارع بمنهاتن السفلى، وعلى الجانب الشرقي انقطع التيار على 29 شارع، الشيء اللي خلى أكثر من 250 ألف عامل من غير كهرباء في مدينة منهاتن. كما أودى إعصار ساندي بحياة أكثر من 17 شخص، الشيء اللي أدى لوقف حملات الانتخابية الرئاسية قبل أسبوع من موعدها، وتحسباً لأي مخاطر أمرت سلطات مدينة مانهاتن من إغلاق المطارات والمدارس والبورصة ومسارح، وأجبرت مئات الآلاف من سكان مدينة نيويورك من مغادرة منازلهم للابتعاد على مسار العاصفة. وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن الخطر مازال متواصل، خاصة أنه الإعصار ضرب مدن كبيرة في الممر الساحلي الشمالي الشرقي للولايات المتحدة مروراً بواشنطن وبتليموك وفيلادلفيا ونيويورك وبوستون إلى جانب جزء من مدينة أتلانتيك. وقبالة ساحل كارولينا الشمالية غرقت سفينة HMS بونتي. ونذكروا للرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن أنه باش يقدم مساعدات فيدرالية للأشخاص المتضررين من إعصار ساندي. زارت البارح وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الجزائر، وين أجرت محادثات مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول الوضع في شمال مالي. وحضر لقاء كلينتون وبوتفليقة كل من وزير الخارجية مراد المدلسي والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد الملك جنيزية ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي والوزير المنتدب المكلف بشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل المسؤول الأول عن ملف مالي. هذا وأكدت كلينتون خلال لقائها أنها اتفقت مع بوتفليقة على متابعة المحادثات على مستوى الخبراء بمشاركة الفاعلين في المنطقة ومنطقة ومنظمة الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة لمحاولة إيجاد حل لهذه المشاكل. هكذا نكون وصلنا لآخر لقائنا في الأخبار، الموعد مع حمزة بلومي جزء ثاني من ناس نسمة، موعدنا يجدد إن شاء الله غدوة نفس التوقيت نفس القناة في أخبار نسمة في الأمان.